دعونا نجرب الحصول على فكرة أفضل فيما يخص قاعدة السلسلة، وفي العملية سوف نحصل على فكرة أفضل لكيفية تطبيقها على الاشتقاق الضمني أو العكس. لذا دعونا نفترض، وسوف أستخرج مجموعة X و Y و F الـ X بسرعة لكي تتمكنوا من رؤية أن هؤلاء عبارة عن أحرف ولا يوجد شيء مميز لهم، وأعتقد أن هذا الأمر في بعض الأوقات يساعد على تطوير الفكرة. إذا دعونا نفترض أن A يساوي B تربيع، وأن B يساوي جيب C. وسؤالي لكم، ما هو أو ما هي مشتقة A بالنسبة لـ C؟ ما هي مشتقة A بالنسبة لـ C؟ لدينا A معرفة بدلالة B، لذا لا يبدو أنه بإمكاننا أخذ مشتقتها. أعني، كيف نقوم بذلك؟ حسناً، هنا يأتي دور قاعدة السلسلة، وقاعدة السلسلة تخبرنا أن مشتقة A بالنسبة لـ C تساوي مشتقة A بالنسبة لـ B ضرب مشتقة B بالنسبة لـ C. لا يتوجب عليك حفظ هذا، إننا نضرب كسران، حيث أن المقام في الكسر الأول هو نفس البسط في الكسر الثاني، فإذا أردت أن تضرب كسور بالتالي سيتم حذفهما، أو إذا أردت أن تضرب هذه الكسور فإنك ستحصل في البسط على dA ضرب dB، أما في المقام تحصل على dB ضرب dC. في المقام، ومن ثم إن هذان يتم حذفهما، ومن ثم نحصل على dA تقسيم dC. إذن في الحقيقة لا يوجد شيء غريب حول قاعدة السلسلة عندما تنظر إليهم كما هم، إنهم كسور، لكن القيم في البسط والمقام هم الفوارق، إنهم تغييرات بسيطة لا نهائية في هذه المتغيرات. لكن على أي حال، إن قاعدة السلسلة تخبرنا أن التغير في A بالنسبة لـ C يساوي التغير في A بالنسبة لـ B ضرب التغير في B بالنسبة لـ C، وهذه حسابها بسيط استنادا إلى المعلومات التي قد أعطيتها لكم. ما هو التغير في A بالنسبة لـ B؟ أي مشتقة A بالنسبة لـ B؟ حسناً، إن هذا مباشر جداً. مشتقة A بالنسبة لـ B تساوي 2B. إذن هذه 2B، وما هي مشتقة B بالنسبة لـ A؟ مشتقة B بالنسبة لـ A، حسناً، إنها تساوي جيب تمام C. وبهذا نكون قد انتهينا. مشتقة A بالنسبة لـ C تساوي هذا، أي 2B مشتقة A بالنسبة لـ B ضرب مشتقة B بالنسبة لـ C، إذا ضرب جيب تمام C. ومن ثم إذا لم تكن تفضلها بهذه الصورة، إذا كنت لا تفضل مشتقة A بالنسبة لـ C أن تكون تابعة أو أن تكون اقتراناً لكل من C و B، فيمكنك أن تعوض مكان B، لأن B أيضاً هو اقتران C. دعونا نقوم بذلك. مشتقة A بالنسبة لـ C تساوي 2B، لكن ما هي قيمة B؟ B عبارة عن جيب C، فقط قوموا بتعويض جيب C مكان B. إذن 2 جيب C، ومن ثم لدينا الباقي، إنه هذا، ومن ثم ضرب جيب تمام C.
وهذا عبارة عن ذلك، وانتهينا. وأريد الآن أن أحاول أن أجري ربطا بين هذا. حسنا، تعرفون اللغة البسيطة التي تحدثت عنها باستخدام قاعدة السلسلة سابقا؟ إذن جميع مسائل قاعدة السلسلة التي أعتقد أننا قمنا بحلها للتو كانت تحتوي على A معرفة بكل وضوح بدلالة C، لكنك تقول حسنا، كما تعلم إنه لاحقا قد قلت خارج وداخل إلى آخره، وبإمكاننا عمل ذلك. يمكننا أن نجعل A معرفة بوضوح بدلالة C. وكيف نفعل ذلك؟ يمكننا أن نعوض قبل أن نأخذ المشتقة. إذن يمكننا أن نعوض هذا هنا، وعلى ماذا نحصل؟ A تساوي B تربيع، و B هو جيب C، إذن هو جيب C تربيع. والآن يمكننا أن نأخذ مشتقة A بالنسبة ل C باستخدام قاعدة السلسلة، وهذه هي الطريقة الأكثر تقليدية التي وضحتها، لكن ربما أنها تمنحكم فكرة أكثر، ربما أنها تمنحكم فكرة أكثر لكيفية حل المسألة، لكنها ربما تمنحكم فكرة أقل حول كيفية تطبيقها على قاعدة السلسلة. إذن أتمنى أن هذا قد ربط الأمور ببعضها. إذن مشتقة A بالنسبة ل C تساوي، أعتقد أنني في بعض الأوقات قد قلت أنني أفضل أخذ مشتقة الجزء الداخلي ومن ثم أضربها بمشتقة الجزء الخارجي، لكن بإمكاننا فعلها بأي ترتيب، لذا دعونا نأخذ مشتقة الجزء الخارجي. فما هي مشتقة الجزء الخارجي؟ سي تربيع، حسنا، إنها 2 جيب سي ضرب مشتقة الجزء الداخلي، ومشتقة الجزء الداخلي هي جيب تمام سي، جيب تمام سي. إن هاتفي يرن، لن أجيب عليه، وبذلك انتهى الأمر بنا إلى نفس النتيجة. وهذا منطقي، لأنه عندما أقول مشتقة الجزء الخارجي، عندما أخذ مشتقة جيب سي تربيع وأحصل على 2 جيب سي، إنني حقا أخذ مشتقة A بالنسبة ل B، لأن مشتقة A بالنسبة ل B هي 2B أو 2 جيب C. ومن ثم عندما أخذ مشتقة الجزء الداخلي، فإنني في الحقيقة أخذ مشتقة B بالنسبة ل C. إذن أتمنى أن هذا أعطاكم بعض الأفكار. الآن دعونا نأخذ تلك الأفكار ونعالج بعض مسائل الاشتقاق الضمني. وإذا كنت تفكر بها، فإن هذه مسألة اشتقاق ضمني، لذا دعونا نفترض أنني أريد أن أخذ المشتقة بالنسبة لـ x لـ y تربيع x للقوة 3، والبعض منكم يعرفون كيفية حلها بطريقة ميكانيكية. حسنا، لا أريد الخوض في التقنيات، لأن الهدف من هذا العرض هو الفكرة، وربما أن لديكم الفكرة، ربما أنه لا يتوجب عليك مشاهدة هذا العرض، لكن دعوني أعطيكم الفكرة. وأعتقد أن أفضل طريقة لإعطاء الفكرة هي إجراء تعويض للمتغيرات. دعونا نعرض A على أنه يساوي Y تربيع، و ب يساوي x تكعيب. ثم إن هذا يعادل، تعلمون أن هذا يمكن أن يكون أي أحرف، هذا يعادل المشتقة بالنسبة لـ x لـ a ضرب b، a ضرب b. وماذا تخبرنا قاعدة السلسلة؟ حسنا، في الواقع يمكننا استخدام قاعدة حاصل الضرب هنا. دعونا نستخدم قاعدة السلسلة، نأخذ المشتقة بالنسبة لـ x لـ a ضرب b. دعونا نقوم بهذا، إن هذا عبارة عن قاعدة حاصل الضرب، لذا هي مشتقة a بالنسبة لـ x ضرب b، مشتقة a بالنسبة لـ x ضرب b زائد مشتقة b
مشتقة بي بالنسبة لي إكس ضرب إيه ضرب إيه. تلك هي قاعدة حاصل الضرب، لكن ما هي مشتقة إيه بالنسبة لي إكس وما هي مشتقة بي بالنسبة لي إكس؟ إذن مشتقة إيه بالنسبة لي إكس، وهذا حيث وصلنا إلى قاعدة السلسلة، مشتقة A بالنسبة لـ X تساوي مشتقة A بالنسبة لـ Y ضرب مشتقة Y بالنسبة لـ X. هذه هي قاعدة السلسلة، هذه الـ dy الموجودة في المقام والبسط يتم حذفها. إذن هذه هي قاعدة السلسلة، وما هذا؟ ما هي مشتقة A بالنسبة لـ Y؟ حسناً، A تساوي Y تربيع، لذا فإنها تساوي 2Y ضرب مشتقة Y بالنسبة لـ X. حسناً، لم نقم بتعريف Y بدلالة X بشكل واضح، لذا سوف نتركها هكذا، ضرب dy dx. إذن هذه الموجودة هنا مشتقة A بالنسبة لـ X، وهي عبارة عن ذلك. وما هي مشتقة B بالنسبة لـ X؟ حسناً، B هنا وبكل وضوح معرفة بدلالة X، إذن هذا مباشر جداً، لا يوجد تطبيق لقاعدة السلسلة، إذن تصبح 3x تربيع. وبذلك ما هي إجابتنا النهائية؟ الإجابة النهائية هي أن المشتقة بالنسبة لـ x، المشتقة بالنسبة لـ x لـ y تربيع x تكعيب تساوي مشتقة A بالنسبة لـ X، أو يمكنك أن تعتبرها كمشتقة Y تربيع بالنسبة لـ X، وهي 2Y dy dx 2Y dy dx. يمكنك أن تقول أن هذه هي مشتقة A بالنسبة لـ X أو مشتقة Y تربيع بالنسبة لـ X. هذا أتى من قاعدة السلسلة، كانت هذه قاعدة السلسلة 2y ضرب dy dx ضرب b. حسناً، ما هي قيمة b؟ b تساوي x تكعيب زائد مشتقة b بالنسبة لـ x. حسناً، هذا يساوي 3x تربيع ضرب a، a عبارة عن y تربيع. إذن أتمنى أن هذا أعطاكم الفكرة وجعلها أكثر وضوحاً، إنك في الحقيقة تقوم بتطبيق قاعدة السلسلة. ومن ثم كما تعلمون الطريقة التي كنت أتبعها في جميع المسائل دون الخوض في جميع هذه الفوضى كي أوضح لكم إنها ليست مسألة بغاية الصعوبة ويكون بإمكانك أن تحلها مباشرة. يمكنك أن تقول إن هذه قاعدة حاصل الضرب، إنها مشتقة العبارة الأولى ضرب العبارة الثانية زائد مشتقة العبارة الثانية ضرب العبارة الأولى. ما هي مشتقة هذه العبارة الأولى أي y تربيع؟ حسناً، إنها مشتقة تلك العبارة بالنسبة لـ y ضرب مشتقة y بالنسبة لـ x، وذلك لأننا نأخذ المشتقة بالنسبة لـ x ضرب العبارة الثانية أي x تكعيب زائد مشتقة العبارة الثانية بالنسبة لـ x 3x تربيع ضرب العبارة الأولى أي y تربيع. حسناً، على أي حال لقد انتهى الوقت، أتمنى أن ذلك قد ساعدكم قليلاً ولم يخلط الأشياء، ودعوني أعرف إذا أردتم مني أن أصمم عروضاً إضافية على هذا الموضوع. أراكم قريباً.